أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟ هذا لم يرد إلا عن بعض الصحابة. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يقبل المصحف اجتهادا منه، وهذا لم يرد به دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما عدا الصحابي عكرمة رضي الله عنه اجتهادا منه، فينبغي أن لا يقبل المصحف. نعم، لكن يحترم المصحف ولا يضعه في التراب أو في مكان امتهان، يجله ويعظمه ويرفعه. نعم.